إخواني المتقاعدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلتني هاي الرسالة من الأخ أبو زهراء جعيفري، رئيس رابطة متقاعدي ومنتسبي وزارة الداخلية، يدعوكم فيها للحضور والمشاركة يوم 27 من هذا الشهر، من شهر نيسان الجاري، فلا تقصروا بالحضور خدمة من أجل نيل حقوقكم المشروعة وحقوق عوائلكم، فلا تقصروا بالحضور. وكتب السيد أبو زهراء الجعفري ملاحظة: أخواني، أريد منكم الحضور والتعاون حتى يشوفون إحنا ورانا ناس مو فقط تكتب موفقين. الحضور مهم جدا. ومن جانب آخر، أشار السيد أبو زهراء الجعفري إلى أن حضور سيكون حضور واسع لبعض النواب وبعض القنوات الفضائية ورؤساء تحرير جريدة البينة الجديدة وغيرها من الصحف العراقية المعروفة. سيكون موقع المؤتمر في نادي الكاظمية. نادي الكاظمية مجاور دائرة الاستخبارات وأيضا مجاور مركز شرطة الكاظمية. ومن جانب آخر، أشار إلى أن عدد من النواب، نواب في البرلمان العراقي وعدد من المسؤولين والفضائيات سوف تحضر المؤتمر، بعد أن وجهت رابطة المتقاعدين العراقيين الدعوة لهم، ومن الله التوفيق. أخوان، شاركوا المنشور، وبعد أن وصلت قناتنا إلى 50,000 مشترك، ندعوكم أيضا للاشتراك ليزداد العدد بهمتكم، وسوف نكون أوفياء لخدمة هذه الشريحة والشرائح الباقية المظلومة. شكرا لكم، تحياتنا وتمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد، ورمضان مبارك على الجميع. وسنجعل المؤتمر أشبه بالتظاهرة، كما أقمتم التظاهرات الكبرى المليونية في الأعوام السابقة. شاركوا بهذا المؤتمر وعبروا عن آرائكم وعن نيل حقوقكم المغتصبة.